الصربيا واصابه عده اشخاص بعد حاله هياج وانفجار في فيينا. وزير خارجيه النمسا يدعو ايران الى ضبط النفس. المساعدات الاجتماعيه في فيينا تشعل ازمه سياسيه قبل الانتخابات. مجموعات شيشانيه وسوريه في فيينا توقع معاهده سلام. مشاكل ماليه ولوجستيه تؤخر مشروع مترو فيينا أوتسفاي فاي اوفينف حتى 2030 النمسا الرابعة عالميا في اكثر الدول امانا للسفر. مرحبا بكم في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. شهدت فيينا في الحي السادس عشر اضطرابا شديدا ليله الثلاثاء اثر انفجار خلال عملية امنيه نفتتها وحده ايكو الكبرى حيث اسفر عن مقتل صربي يبلغ من العمر 47 عاما. وبدأت العملية الأمنية بعد أن قام الرجل برمي أشياء من نافذة شقته مما استدعى تدخل الشرطة بكثافة وبعد فتح الشقة وقع انفجار قوي وأطلق أفراد الشرطة النار ما أدى لمقتل الرجل وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى بينما تلقى عشرون آخرون الرعاية في المكان حيث عملت فرق الأطفاء على تأمين المبنى لأنه يحتاج لبعض التدعيمات بعد الانفجار Haben. Die Ursache der Explosion war noch unklar. Sprengmittel wurden in der geöffneten Wohnung nicht gefunden, aber eine Schreckschusspistole und Messer. Winkler bestätigte auch, dass sich unter den sieben leicht Verletzten mehrere Beamte befanden. Mittwochvormittag war die Feuerwehr mit Sicherungsarbeiten an dem Gebäude beschäftigt. Insgesamt bestand laut Feuerwehrsprecher keine Einsturzgefahr für das Haus in der Klausgasse. Teile mussten jedoch gesichert werden. In der Fassade des gegenüberliegenden Wohnhauses waren durch die Explosion Splitter eingeschlagen.. في الشرق الأوسط وأكد شالينبرغ في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن مشددا على حماية المدنيين كأولوية قصوى بينما انتقد باقري الصمت الأوروبي تجاه الهجمات الإسرائيلية وأضاف لقد أغلق الجانب الأوروبي كافة القنوات الدبلوماسية من خلال عدم إدانة إسرائيل وفي وقت متزامن أعلن تنظيم حماس عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للتنظيم خلفا لاسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران أثار نموذج التأمين الأساسي للاطفال الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي اسبو جدلا واسعا بعدما اظهرت حسابات ان اسره سوريه كبيره في فيينا قد تتلقى 6800 يورو شهريا بزياده قدرها 2200 يورو مقارنه بالمساعدات الحاليه ويهدف النموذج الذي اقترحه اندرياس بابلا الى تقديم 367 يورو لكل طفل بالاضافه الى مساعدات اضافيه مما قد يكلف دافع الضرائب 1.2 مليار يورو اضافيه سنويا وانتقد المستشار كانيهاما النموذج واعتبره اهانه لدافع الضرائب داعيا الى فرض فتره انتظار خمس سنوات قبل الحصول على المساعدات الاجتماعيه مؤكدا ان النموذج يتعارض مع قيم العداله الاجتماعيه والتضامن التي تعتمد عليها النمسا بعد مشادات عنيفه بين شباب من اصول تيشانيه وسوريه في فيينا تم توقيع اتفاق سلام مشترك لتحسين التعاون بين الطرفين حيث جاء ذلك نتيجه محادثات استمرت لاسابيع بين ممثلين عن المجموعتين العرقيتين واكد الطرفان ان النزاع لم يكن عرقيا بل ناتجا عن خلافات شبابيه حيث تم اشراك الشباب من كلا الجانبين في محاولات حل النزاع وليس فقط كبار السن وقد عملت الاطراف على تصحيح المعلومات المغلوطه وتعزيز العقلانيه بالمقابل رحبت الشرطه بالمحادثات بينما اكد رئيس مجموعه العمل ضد الجريمه الشبابيه ديتا كاسفان ان هناك تفسيرات عرقيه للنزاعات بالرغم من دعوات الحوار والتعاون أعلنت شركة فينا لينين عن تأخيرات تكا... عن تأخيرات وتكاليف إضافية كبيرة في تنفيذ مشروع مترو فيينا أوتسفاي فاي أو حيث اعترف حيث ارتفعت التكلفة بمقدار 300 مليون يورو وتأجل افتتاح محطة مترو ماتسلاين دوفا بلاتس إلى عام 2030 وأكدت بيترا هومس المديرة المالية لشركة فينا لينين أن المشروع واجه تحديات غير متوقعة رغم بدايته الجيدة بينما أشارت قدوا سينك المسؤوله التقنيه إلى, مشك... الى مشكلات تقنيه مثل حركه الارض ودخول المياه الى الانفاق ورغم عدم تجاوز الميزانيه المعدله ادت الجائحه والظروف الجيوسياسيه الى زياده التكلفه ومن المتوقع ان يستانف تشغيل خط اوتسفاي في خريف 2024 مع تاخير افتتاح تمديدات الخط الى 2030 احتلت النمسا المرتبة الرابعة في تصنيف أمان السفر العالمي الصادر عن شركة هيلوسيف السويسرية الذي يقيم أمان الوجهات السياحية استنادا إلى 35 معيار. وجاءت النمسا بعد أيسلندا وسنغافورة والدنمارك متفوقة على معظم الوجهات العالمية ويقيم التصنيف الدول وفقا لخمس فئات رئيسية تشمل الكوارث الطبيعية، العنف المجتمعي، النزاعات المسلحة، وبنية الصحة العامة والتسلح العسكري بينما تصنف الفلبين وكولومبيا والمكسيك كأخطر وجهات سفر وتبرز النمسا كوجهة آمنة ضمن قائمة تضم سبع دول أوروبية أخرى وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء